ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله إخواني أخواتي في هذا البرنامج الذي نتكلم فيه عن التوحيد وما يتعلق على التوحيد، وكذلك ما يضاد التوحيد وهو الشرك. فحلقتنا اليوم إن شاء الله ستكون عن الشرك والخوف من الشرك. شيخ، ليش تتكلم عن الشرك؟ يعني خلنا نحن التوحيد مستانسين، نتكلم عن فضل التوحيد وأهمية التوحيد ومنزلة التوحيد، ليش تكلمنا عن الشرك والضيق خلقنا؟ إخواني خواتي، لابد أن ننقل الشرع للناس. الشرع شنو فيه؟ فلازم إحنا ننقله، ما يصير نخشه، وما يصير إحنا نقول والله هذا نبي وهذا ما نبي. لابد أن نأخذ كل الشريعة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام كافة، واقبلوا كل أحكام الشريعة. ما يصير أنا ما أحب هالشيء لا تتكلم عنه، أنا أحب هالشيء تكلم عنه. الإسلام هكذا، ترغيب وترهيب، الترغيب في التوحيد والترهيب من الشرك. يقول حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، ويسمى صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا يسمى صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسر إليه أسماء المنافقين أو بعض المنافقين طبعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف أسماء كل المنافقين، كما قال الله سبحانه وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فشوف الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه أن في ناس في المدينة من أهل النفاق، أنت ما تعلمهم، في واحد تعلمه، اثنين ثلاثة، بس ما تعلم الباقي. فحذيفة بن يمان رضي الله تعالى يسمى صاحب السر. ماذا يقول؟ يقول: انتبهوا، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. مرة ثانية، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم بشكل عام كانوا يقولون: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ ما الذي يدخل الجنة؟ ما الذي يقربني إلى الله؟ ما الذي كذا كذا؟ الأشياء اللي تدخلني الجنة عن الخير، وهذا ممتاز. لكن يقول حذيفة: وكنت أسأله عن الشر، يا رسول الله شنو أخطر الذنوب؟ يا رسول الله شنو الذنب اللي لا يغفر؟ يا رسول الله شنو؟ يسأل عن الأشياء الشر. ليش؟ يقول: مخافة أن أقع فيه. يقول حتى انتبه، احنا ليش نقول حق عيالنا دير بالك تشرب سجاير، دير بالك تروح المكان الفلاني، الموقع الفلاني لا تفتحه؟ مو احنا نحذر عيالنا حتى ما يقعوا في هذا الخطر؟ أما أنا أترك أولادي عمياني وأترك لهم الحبل على القارب، على غارب، ما يصير. طيب، فمن طريقة الصحيحة في تربية الأولاد، طيب، وكذلك في تربية الأمة، أن نوضح لهم شنو هو الخير اللي يفعلوه وشنو هو الشر اللي يجتنبوه. عرفتوا الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ولا يعرف الشر من الخير يقع فيه. إذا أنا ما عرفت أن هذا خطر راح أقع فيه. طيب، فيقول حذيفة: حتى لا أقع فيه. فلذلك يجب علينا أن نعرف ما المقصود بالشرك، وما خطورة الشرك، وما وزر الشرك، وغيره من الأمور المتعلقة بالشرك. الأمر الأول، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الآية مرتين في سورة النساء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنسان أشرك بالله مهما فعل من الحسنات لن يغفر الله له هذا الشرك، والحسنات الثانية ما راح تغفر له هذا الشرك. ومثل ما ذكرنا في حلقة سابقة، عبد الله بن جدعان عنده حسنات عظيمة لكنه مشرك بالله وكافر بالله، فما راح تنفعه، فيكون في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. طيب، فقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ايش معناته؟ معناته أن أخطر الذنوب الشرك.
في ناس حزب الله مثلا يقول لك معود الربا، الربا هو أخطر الذنوب، هو اللي يدمر الأمم. صح، الربا خطير ويدمر الاقتصاد، لكن ليس هو أخطر الذنوب. أخطر الذنوب هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه لا يغفر. يغفر الله سبحانه وتعالى كل ذنب كما قال سبحانه وتعالى إن شاء. وكثير من الناس إلى الآن يسأل أنا عندي ذنوب كثيرة ما يغفرها الله. لا، رب العالمين يغفر الذنوب. قد يقول قائل يا شيخ شلون تقول الآية هذه وإن الشرك ما يغفر، ورب العالمين في الآية الأخرى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا، شلون في تضارب؟ يقول أبدا، لا يوجد تضارب في دين الله أبدا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن القرآن من عند الله وكذلك السنة وحي من الله، فمستحيل أن تجد التضارب والتعارض في دين الله. حتى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عنده كتاب درء التعارض بين العقل والنقل، يعني أبدا ما في أي تعارض بين عقولنا وبين النصوص الشرعية، كلها متوافقة. فإذا شفنا في تعارض يا أما يكون في مشكلة بالنص، يعني شلون يعني الحديث مو صح غير صحيح، الحديث ضعيف، أو يكون في مشكلة في العقل إحنا فاهمينه بطريقة غلط. لكن في عقل صحيح ونص، عقل صريح ونص صحيح، ما في تعارض. طيب، إذن رب العالمين قال في آية اللي في سورة نساء إن الله لا يغفر أن يشرك به، المقصود يعني إذا مات الإنسان على الشرك فلا يغفر هذا الذنب العظيم ويكون خالدا مخلدا في نار جهنم والعياذ بالله. طبعا المقصود الشرك الأكبر. الآية الأخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا في سورة الزمر، أي إذا تاب الإنسان فإن الذنوب تغفر جميع، يغفر الله جميعا وإن كانت الشرك، وإن كانت الشرك. طيب والصحابة شنو كانوا؟ ما كان الصحابة، كان الصحابة مشركين، أو بعض الصحابة كانوا مشركين مثل أبو سفيان وخالد بن الوليد معاوية رضي الله تعالى، كانوا كفارا، كانوا مشركين وكانوا يقاتلون النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أسلموا. والذي يسلم يغفر الله سبحانه وتعالى سيئاته. لما جاء عمرو بن العاص ومد يده للنبي عليه الصلاة والسلام يبايعه على الإسلام، يا رسول الله أبايعك على الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام مد يده، إيش سوى عمرو بن العاص؟ سحب يده. ها، إيش فيك يا عمرو؟ أنا مد إيدي وأنت تسحبها؟ يا رسول الله أبي أتأكد، شلون على ذنوبي؟ أنا مسوي أمورا عظيمة قبل أن أسلم، تغفر لي ولا ما تغفر؟ عشان إذا ما تغفر ليش أسلم؟ بعرف. أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله؟ كلمة التوحيد لما الواحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد هدم ما قبله من الذنوب والمعاصي. الإسلام يهدم ما قبله، وكذلك الحج يهدم ما قبله، والهجرة تهدم ما قبلها، سبحان الله. فهذا يدلك على ماذا؟ على خطورة الشرك وفضل التوحيد. نشوف نص آخر، قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء ماذا يدعو؟ قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا كان إبراهيم من أئمة الموحدين يدعو الله يا رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني يا رب اجعلني في جانب أنا وأولادي والشرك في جانب آخر، يدل على ماذا؟ كما قال أحد العلماء ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ قال إذا إبراهيم إمام الموحدين أو من أئمة الموحدين يخاف على نفسه وعلى أولاده، من أولاده؟ إسماعيل وإسحاق أنبياء عليهم الصلاة والسلام، إذا كانوا هم يخافون على أنفسهم من الشرك فشلون إحنا؟ طيب هذا يدلك على خطورة الشرك، يدل على ماذا؟ على خطورة الشرك. فلا بد الإنسان يحذر أن يشرك بالله شيئا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا الله سبحانه وتعالى وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فعلينا أن ندعو بهذا الدعاء، أن الإنسان يدعو الله يا رب جنبني أولادي الشرك
شيخ الحمد لله مسلمين وموحدين، احنا قاعدين مساجد ونسمع الأذان ونعيد والمسلمين صوم رمضان، وين الشرك؟ نحذر، الشرك فينا أخفى من دبيب النمل على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصى أبا بكر الصديق وهو خير الأمة بعد الأنبياء المرسلين، وصاه أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. ليش وصى؟ لخطورة الموضوع، خطورة الشرك، فلا بد أن الإنسان يحذر من الشرك. طبعا هذا الموضوع كبير جدا ونحتاج إلى تفصيل في هذا الموضوع، لكن في حلقات أخرى إن شاء الله سنفصل موضوع الشرك لخطورته ولأهمية معرفته، فكونوا معنا لنتعلم هذا الموضوع المهم جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الشرك كبيره وصغيره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد